معانا من الجزائر المهندس شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية. يا فندم صباح الخير، حضرتك مشرف ومنور ومليون مبروك. ألف ألف مليون مبروك لمصر. طبعا النهارده نتائج مميزة زي ما حضرتك قلت، ثلاث ذهبيات أولمبية وثلاث رمزيات، رفعوا رصيد مصر بثلاثة ذهب وأربعة فضة وخمسة برونز، حاجة مشرفة جدا، وإن شاء الله اللي جاي كمان هيكون أحسن. طبعا الثلاث ذهبيات النهارده اثنين كاراتيه وفرقه تنس الطاوله سيدات استراليا، حاجه مشرفه وحاجه جميله. ابطال فعلا يعني يستاهلوا كل الاثناء. ريان بطلتنا الاولمبيه بتاعت الذهبيه النهارده، يوسف بدوي برضه بتاعت الذهبيه النهارده، فرقه تنس الطاوله بالكامل الحقيقه كلهم ابطال هجم على ايطاليا. اول مره نفوز في الفرق سيدات بذهبيه، فوزنا بذهبيه بس هنا مشرف دوره الثالث الفردي، ان شاء الله لسه الفردي بكره ان شاء الله ربنا يكرمهم ان شاء الله برضه يؤدوا اداء كويس. صحيح. ويحتاجوا ميداليات اخرى كمان. الاربع الفضيه وثلاث ميداليات بتوع المصارعه الحقيقه برضه حاجه جميله جدا. عبد اللطيف في وزن 130 كيلو روماني بيحرز الفضيه، وبعدين عندنا المحضرين بقى هيثم محمود وزن 60 كيلو روماني، و عبد الرحمن عمر وزن 67 كيلو روماني، ونور الدين حسن وزن 87 كيلو روماني، ثلاث برونزيات برضه اضافي لرصيد مصر. فرقه اليد النهارده بتفوز بسهوله الحقيقه على ايطاليا، برضه مباراه اكثر من رائعه. فرقه الطايره الرجال بتعوض هزيمه ايطاليا امبارح وتفوز معاها مقدونيا. فرقه السيدات الطايره اتغلبت من ايران 2-0. من هذه الرياضة فيها فرح فيها اجتهاد. صح. فرقنا كلها بذل اقصى جهد. الركبة النهارده برضه عندنا فوزين مهمين جدا، يسري حافظ على بطل المغرب وزن زائد 91 كيلو، وعبد الرحمن عبد الجواد خلاص على بطل سلوفاكيا في وزن 91 كيلو، واحد وصل دور الثمانية والثاني هيلعب في نص النهائي غدا. فبرضه نتائج مميزة ان شاء الله، كل يوم صناعة اخبار كويسة الى نهاية الدورة دي. يوسف بدوي النهارده كان بيلعب بالمباراه النهائيه وهو عنده اصابه، وعرفنا انه كان مطلوب منه انه ما يلعبش المباراه، هو اصر انه يلعب المباراه النهائيه. طبعا دي عزيمه المصريين الحقيقه، هو شايف الذهب قدامه، شايف هدف واحد بس بيحاول يحققه في اي شكل، مش باصص ان الاصابه دي ممكن تخليه يقعد مده طويله بعد كده يتعالج، هو عايز يحرز الانجاز الصف الاول وبعد كده يشوف قصه الاصابه. مهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنه الاولمبيه المصريه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، مليون مبروك ودايما في تفوق، ولسه مستنيين ميداليات اكتر في دوره العاب البحر المتوسط.